وسط الحجر استغلوا هذا الحجر ديالو، حنا غنمشيو نحيدوا ليه داكشي. انت انا ماشي في الكونطرا هذا، هو غير كيقولوا عنده كونطرا هذا، انا غير داعي ليك انه راه الاخر عنده. انا من حقي قلت له عنده كونطرا ديالو وسير دعيه. قال لي من بعد انا غادي نخرج وغادي ندير حمله وغادي نحل مشكل بينك وبين داك السيد، سير حتى ويا للمحكمه. مشاهدي صوت العداله، السلام عليكم. تلقينا اتصال من عند الاخ مصطفى ومن عند الاخ عبد اللطيف حول موضوع استغلال ملك خاص. تفاصيل بالضبط غيطرق عليها السي مصطفى المداوبي بالاول. السي مصطفى السلام عليكم. مرحبا بك. السلام ورحمه الله. عافاك، تقدر توضح لي شنو الموضوع؟ عندي ارض موجوده في بلاد الراضي. بلاد الراضي فين بالضبط جات؟ جات في الرحمه جوج، الملحقه اثنين، تابعه الملحقه اثنين. مدينه الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء. هذه الارض ناضوا شي ناس بداو كيبنيو فيها. مني مشينا طلبنا، مشيت عند القايد وعند الشيخ باش نعلمهم على داك السيد بانه كيبني الناس الماكينه في الارض ديالنا اللي منعوني منها انا باش نبني، لان بنيت تما عشوائي. في اش من سنه تمنع شي في البناء؟ من 2008، مني شريتها في 2008 يومينا هذا. وهذا السيد طرا ما عليها وبدا كيبني فيها في 11/5/2020 الشهر اللي فيه، يعني الشهر اللي داز وسط الحجر. استغلوا هذا الحجر باش يديروا هذا الشيء. جيت انا بلغت الشيخ قلت ليه هاكين هاكين، قال لي راه السيد واقيلا حتى هو عنده كونطرا ديالو، حنا غنمشيو نحيدوا ليه داك الشيء وانت سير دعيه. هاد القضيه ديال انه عنده كونطرا، اسمح لي باش نوصل للمشاهدين. هاد القضيه ديال انه عنده كونطرا، انت شاري الارض الكونطرا ديالك انايا الكونطرا، وكيفاش هو تخولات ديك الكونطرا اخرى؟ ما هادي اللي ما فهم، انا ما شفتش الكونطرا، هو غير كيقولوا عنده كونطرا. انا بغيت ندعي عليك انه راه الاخر عنده. انا من حقي يوريه الكونطرا الا عنده يوريها. بطبيعه الحال انا كان طالب باه يوريها لي، يجيب كونطرا ويقول لي انا تانا شاري في لاضات في التاريخ الفلاني فلاني وها الكونطرا ديالي، وهذيك الساعه نتحقق انا وياه. هما ما وراوني، كيقول لك حتى هو عنده كونطرا ديالو وسير دعيه. مشيت عند القايد باش نعلمو حتى هو باش يحيد هذاك البني اللي كاين تما في الارض، لانه بني عشوائي. ومن واحد الناحيه اخرى كتقول لي بني عشوائي، والسلطه كتشهد على انه البني عشوائي كيقوم في المكان ديالها في القطاع المسؤول عليه، وما كتكلمش ولا كيفاش؟ ما انا غادي نوضح لك بان ما كتكلمش. مرحبا. مشيت عند القايد قال لي من بعد انا غادي نخرج وغادي ندير حمله وغادي نحيد داك الشيء. عطيني التليفون ديالك، عطيتو التليفون ديالك، قال لي نهارك خارج غادي نعيط لك واجي حضر على داك الشيء غادي نحيدو، ولا كاين شي مشكل بينك وبين داك السيد سير حتى ويا للمحكمه. داكوغ. عيطوا لي في 11/6 12/6 نهار الجمعه 12/6 مشيت باش نحضر لداك الشيء باش يحيدو. الوقت اللي وصلت قالوا يا حقا التراكس اللي غنحيدو بهاد الشيء طاحت اون بان. هذا السيد القائد الملحقه. السيد القائد، كاين القائد وكاين الشيخ وكاين المقدمين وكاين المخازنيه وكاين واحد، يعني كان خارج بالاعوان ديالو كامل، الاعوان ديالو ديال حمله مجموعه ديال كنت حاضر مع هذيك الساعه السلطه. انا وسط منهم مشينا لعين المكان حتى فاش الخبر قلت لي راه قال لك بانه راه التراكس خاسره. قال لي ملي قلت لي ملي وصلت حيت عيطوا لي في التليفون من عطيه، قال لي احنا خارجين دايرين حمله باش نحيدوا داك الشيء. ملي وصلت هو باش تحيد هادشي قال لي راه الطاكس خسرت لينا في البلاصه فلان فلان، مشيت لطراكس اللي هو المهم قال لي فمو قال لي خسرت. قلت له واش راه ما يمكنش غيتحيد بليد اللي دار هاد السيد. ناضوا هما اللي حنا ما فهمتش انا، ناضوا ولاو كيسولوني انا فين هي ارضك فين هي هادي. هذاك السيد ما كيسولوش كاع، هو كان حاضر ديك الساعه واقف قدامنا واقف. قالوا لي حيد لنا حل هذا الباب اللي درتي. من حل الباب لقيناه حاط لي اجور، هذا ما بقاش ولا السيد كيبني. السيد القائد كيشوف بعينيه، كيشوف لي جور كيشوف داكشي اش داروا. طيحوا قصديره من هاد الجهه على اليمين وطيحوا قصديره على اليسار وكيغوتوا هادشي داير هادشي فاعل وزادوا ديال الهيلاره قدامي انايا. ملي قلت واش صافي هادشي اللي درتو هادشي اش معيط ليا باش تحيد هادشي؟ راه ما حيدتو والو. يعني ما كانت حتى شي عمليه الهدم؟ ما كاينش الهدم، غير لا دفع القصدير بيديه بحال ما هكا بحال ما هكا وخلاو داكشي كيما هو. قال لك ما عندناش باش غادي نهدموا، لنا داكشي خصو تراكس. تراكس راه اون بان، داكشي يعني ما غيقدروش يديروا بيديهم. صافي قلت لي شنو دابا؟ قال لك صافي اللي علينا حنا درناه، سير انت دعيه. هذا القائد ديال الملحق؟ اه بحال ما هكا. الشيخ حتى هو كيقول لي بحال ما هكا نفس الهضره. قال لي قلت لك في الاول راك خصك تمشي تدعيه، حنا غنخرجوا نديروا خدمتنا. قلت لي فين هي خدمتكم؟ واش دفعتي قصديره منه ومنك؟ خدمتكم هي تجيب تراكس تحيد هذا الشيء تخليها ارض كيف كانت ارض. وهذيك الساعه نمشي ندعي انا ويا اللي كان شراها من شي جهه او شي حاجه. فعلا. نمشي نبينوا الحق لمن؟ فعلا. هما ما داروا والو. مني حسيت انا بان هذاك الشيء راه فيه التواطؤ، انا لجأت ليكم باش تبينوا لنا الحق ديالنا. الله يجزيك. مرحبا مرحبا. سي عبد اللطيف، القصه بالضبط باش نحطها في نفس السياق، واش نفس الامر
اللي طرام على سي عاد السيد مصطفى واللي طرام عليك انت سي عبد اللطيف، ولا كاين شي متغيرات في هذا الامر هذا؟ بحال اللي ترمى على الارض ديالي هو عم السيد هذا اللي دار، اللي ترمى على البقعه ديال السي مصطفى، اللي هي عائله، هي العائله. داكو، هي الارض ديالي انا، وبعتها لبنت عمتي. دابا انا كنوب عليها. انت كتنوب على الابن ديال العمه ديالك، شنو الاسم ديالها؟ حياه. حياه مشرفين. دابا مشيت عند، كنت مشيت عند القائد قبل هذا القائد اللي كاين دابا. يعني انت دابا الدعوه عندك من قديمه على الدعوه ديال سي مصطفى؟ اها، طرق لي الموضوع بالضبط. عندي تقريبا الدعوه دابا عندها شي عامين، وباستغل لي الارض شي 4 سنين. مشيت سميتو ملي استغل الارض، كل مره كنمشي كنطلع عند القائد، كنقول له ساعات القائد الناس راه داروا لي وداروا، كيف هو خذا بنخرجوا حنا غنديروا غنفعلوا. هذا القائد اللي كاين دابا ولا اللي كان؟ لا قبل منه. اللي كان قبل منه؟ لا قبل منه. صافي، كل مره غادي جاي. تفاجات واحد النهار انه غادي قرب، واش قرب يخرج يستقل من يتبدل ولا تيقال، لدرجه تبنات 20 دار مره واحده في الوقيته اللي غيتم الانتقال ديالو. اللي غيكون فيه الانتقال ديالو هو اللي بالاذن ديالو. تقريبا شي 20 دار تبنات، يعني كانت المساحه فارغه تبيلي لون نهار كيديروا العشش. ومن بعد داك العشش راه عندكم التصاور ديال هادشي، راه الاخوان صوروا هادشي كتعشى من برا ولداخل كاين الياجور، من بعد كتحيد داك العشش. كيف ما قلتي لي في هذه القضيه هذيك، كتحيد داك الشيء اللي الميكا وداك التخربيق اللي داروا ملي كيقضيو الغرض ديالهم، كتولي كتبان لك دار طالعه. دار في الاول راه مغطين العشش، كتبان لك حتى بحال شي عشات وهادي، ما كاين والو، يعني بحال اللي كاستري وما كتبانش من الداخل شنو كيديروا. والله التصاور كاينين اللي غيشهدوا على هذا الكلام اللي كنقول. بطبيعه الحال بطبيعه الحال، كمل لي السي عبد الطيف. قلت لك سير القايد، من بعد قلت سميت، قال لك سير دير شكايه. سير عند وكيل الملك، دير شكايه عند وكيل، دارتها بنت عمتي حيت هي المسؤوله اللي انا في الامر، يعني في وسط. انا كنشوفها في الورقه هنا ديال الاثبات. دارت الشكايه ودفعتها للوكيل الملك، وجاو دار جاب دار من عند وكيل الملك، جاتنا استدعاء عند البوليس، ومشينا عند البوليس صرحنا بالاحوال ديالنا بالشهود بكل شيء. وهذيك البقعة دار لها تحفر لها سيناج ديالها، تعلمات وكل شيء نهار تصوبت. وهذوك الناس اللي حفروا لها السيناج هو اللي جاو شهدوا، ومنهم نيت الاخ مصطفى تا هو، حيت لاني شاري انا وياه في نهار واحد. ايوه، وفي بلاصه الجيران في كونترا، داك الجيران في الكونترا، يعني الارض على الارض. تقرا انا تقاري انا وياه شهدي عند البوليس، ولدرجه السيناج نهار درناه ارض خاويه، السيناج درناه جات السلطه حيدته لنا. غير سيناج معلمين به البقعه ديالنا. مصطفى التويسي. وفي الكونترا ديالي انا كاين الزهري. طيب ها كمل. قلت لك النهار اللي درنا فيه السيناج غير سيناج، غير سيما، عرفت غير تعلامات تعلام، جات السلطه حيدتها لنا. باش من حجه؟ بحجه ما خصكش دير، يعني ما كانش العشوائي مره، ما بغاوش يخليو شي حاجه تكون فيها العشوائي. من 2008 ما كاينش العشوائي، خلق الله مؤخرا حتى ولاو كيبنيو العشش ولاو كيديروا فيها. يعني دابا هنا المساله كنت تواطؤ من السلطات، كتطرح فوالا السلطات، يعني دابا كاينين حتى تعيينات على حسب ما عاودتي القصه. التعيين ديال القائد الاول اللي كان هو اللي كان كيمنعكم انكم ديروا العشوائي. وفي الاخر لا، هذا الاخر هو اللي خلى العشوائي يزيد ينتشر اكثر في اخر ملي دخل هذا القائد في الدخله ديالو. ماشي هذا، ماشي هذا، لا كنهضر على التعيين الثاني. كان الاول مشى الثاني هو اللي ساهم، هو اللي خلى هذا الشيء في الفتره اللي غادي ينتقل فيها. ربما واش عارف راسو غادي يتحول من تما، ما غاديش يبقى تما كاينه. طلق داك الشيء، داروا ما بغاو، باعوا شراو، وخدامين كيبنيو. هادو الناس ديال السلطه هما اللي كيبنيو وكيبيعوا. واللي عنده شي ارض بغى يبنيها كيطلبوا منه مليون ونص، لجهه المليون، ويخليو يميكو عليه ويخليو يبني. يجيو النهار الاولي ديالك كيديروا واحد السينما، بديتي انت كتصاوب داك الشيء، كيجيو يدفعوا لك داك الشيء حيد. فهمتش كيما داروا مع السيد انه باش يغطيو قدام الناس، راه حنا السلطات خرجت. من بعد كيمشي وكيخليوك انت دير تقضي غرضك، كيدوز واحد الشهر ولا شنو، راه كتولي انت باني ومعشش ومريح تما. ودابا الكارثه العظمى هو ان الارض منسوبه لماليها. والارض هما يعني عارفين بان الارض شراتها الشركه، وكاين مشكل تما بان الشركه عارفه داك الدوار كاين، وما عارفين شنو مستغلينه دابا في هذه الفتره وخدامين. لدرجه مول البلاد اللي باعت الشركه باقي كيبيع الان.
كيجيبوه يستغلوا هو اللي باقي كيعاود يجدد في البيع ديالو هو ما بقاش عنده يعني الوثائق هنايا اللي كتثبت بانه باع للشركه نربط ديالي انا وانا هاد الورقه ديال الاحصاء اللي وريتيني ديال الايداع ديال الايداع لا قريتي هنا غادي تشوف ان هذا السيد ابراهيم الهلالي باع جميع حقوقه لشركه بدايه يعني ما بقاش عنده شهاده الايداع اش من تاريخ غادي تلقى تما 2011 باع جميع الحقوق ديالو حاليا اش كيديروا معاه كيمشيو يجيبوه مره اخرى عاوتاني كيجيبوه كون قوا هو باقي مول الارض كيدوروا معاه يعطيو واحد 2000 درهم ولا شنو من النصيب ديالو اللي كياخذها الكاشيات راه غادي يشوفوا هما كيفاش كيخرجوا الكاشيات باش يصاوبوا مع السلطه غيكون بيان سور باش يصاوبوا كونطرا لهاد الناس اللي غادي يبيعوا لهم في الاخر يعني بخمسة المليون ولا 6 المليون والناس راه غيمشي اللي كيشوف راه غيشوف يلقى عوان السلطه كل واحد عنده طوموبيل بعشرات المليون هو عوان السلطه ولا يمكن واش راه تصوروا كنت في التصاور هانيش رجع معك سي عبد الطيف هاد المساله انك فاش رفعتي الدعوه القضائيه ديالك فين وصل المال ديالها اخر ما طافينا فين ما كنمشي للضابط مكتب الضبط كيقول لك المكتب ديال سميتو الدوسي ديالك في الدراسه غتمشي دير واحد الاسبوع ترجع عندنا ما استطعتيش باش غندير محامي وبقات القضيه بحال هكا ملي كنجي نشوف دابا سميتو القيد ما هو ما عليه والو وانما المشكله كاينه في المقدمين وفي الشيوخ فهمتيني المقدمين والشيوخ هما اللي دايرين المبالغ يعني هما اللي كيفوضوا الاراضي بهذا المصطلح هما اللي كيبيعوا يشريوا فيهم هما اللي مستفيدين هما اللي كيشري دابا كيديروا طوموبيلات ب 10 مليون 20 مليون ساعات القيد بالاخص هذا السيد اللي دخل دابا نهار دخل ما نقولش منع كل شيء منع داكشي اللي خلى هذا ولكن لعبوا عليه في هذا الحجر وهذا الشيء غلبوا عليه بحال غلبوا عليه لانه علاش البلاد ديالنا كانت في واحد الازمه اللي نقدر نقول كان عليه الضغط في الخدمه ديال الخدمه بزاف عندهم كيخرجوا لهنا يخرجوا لهنا يخرجوا لهنا ما بقاش منتبه لهذاك الشيء ديال العشوائي شنو مني جاي طالع لقى داكشي كثر ولا كثير دابا الا بغى يحيدوا غادي يلقى صعوبه فهمتش لان الاخرين كيلعبوا من موراه هو حاضرين داكشي ومتبعين وكيبيعوا ويشريوا خدامين فيه وحنا اللي عندنا اراضي حنا تما كاينه راه كيقول لك سير دعي فلان هاد القضيه ديال الدعوه باش نيش نحطها في نفس السياق ديال سي عبد الطائف يعني هاد القضيه هادي كتسمع بانه هو عامين والدعوه ديالو باقي كيطلع وينزل عليها هادي هو الشيء اللي جعلني انا باش ما نمشيش للمحكمه لان عارف الا مشيت للمحكمه غادي نطيح في نفس الفخ لان كاينين دواسة كثير في المحكمه ما توصلني للمبنى على عامين ولا 3 سنين الناس غيديروا اللي بغاو وغادي يبيعوا ويشريوا من جي انا فين توصل ديك الدعوه حتى ما غنلقى والو انا راه مجرد فاش قلتي لي الشيخ ولا نقدم كيقول لك سير دعيه صافي راه باين نفس الامر غادي ينطبق عليك كما نطبق على السي سعد الطيب انا كنقول ليه راه داك الشيء غادي نحيدوه اللي دار ولكن راه خصك تمشي تدعيه المشكل بينك وبينه خصك تمشي تدعيه نعم وانا تسنيتكم باش تحيدوا داك الشيء ما حيدتوش ايوا هذا هو اللي جعلني انا باش نجي عند الناس هنا يصوروا داك الشيء بانه راه بالفعل باقي ما تحيدش وراه تصوروا راه عندكم دابا راه طبيعي الحال طبيعي الحال المشاهدين غيطلعوا على شي كامل الادله وبالحجاج شي كامل اللي مطروح قدامي طبيعي الحال سي عبد الطيف كمل اللي كنتمنى الله فهمتيني هي الشركه دير شي حل ومن بعد ما كنزيد خصها يوصل لها الاخبار توصل ربما ما واصلينش هاد المشاكل هاد القيد هذا طلعت لعندو قلت لي عاودت لي المشكل نهار دخل جيت عنده نيت حتى طلعت عنده وبركت معاه واستقبلني وكل شيء شنو كان الرد ديالو؟ قال لي صافي كون هاني بالنسبه لهذا الشيء غادي غنحيدو وفعلا خرج وداروا خدمتهم حيدوا داك الشيء وداروا خدمتهم وانا رغم ذلك الشيء عاود رجع في الفتره ديال الحجر اللي قلت لي كان رجع كما قلتي بلا خبره هو لا فهمت المساله كاين فاش دابا هنا كاين الاشكالات الاشكال الاول هو انه السلطه واش ما كتراقبش واش دايره شي تواطؤ في هذا الامر هذا واش اللي نهار خرجوا معايا الناس ديال السلطه وبنا عيطوا لي قال لك حنا غادي نحيدوا هذاك الشيء مني خرجوا طيحوا هذاك القصدير السيد اللي مدير هذاك الشيء هنا فين بقيت كنشوف ما هضروش معاه ما طلبوش منه حتى البطاقه ديالو على الاقل يدير غير التزام باش ما يعاودش يدير داك الشيء حتى حد ما تكلم معاه حتى واحد ما هضر معاه ما استدعاه للملحقه نهائيا ما هضروش معاه بالكل اذا بحال كيباركوا لي باش يعاود يكمل داك الشيء غير انا باش يبينوا لي يقولوا لي حنا درنا الخدمه ديالنا سير انت للمحكمه ديالي لا فهمتش دابا استراتيجي اللي بغيتي تبان وصلوا لها هما باش انا يدفعوني نمشي للمحكمه انا مشيت للمحكمه ومنك المحكمه هو تا هو عنده كونترا سير كيبني في ديالو سير ما يمكنش ما خصوش يبني
هي ارض رد خليوها كيف كانت ارض وبلغتكم في النهار اللي اللي بدا يدير فيه داكشي. الامور كامله واضحه تقريبا دابا على حسب ما شفت وعلى حسب ما عاودتي لي سي مصطفى وعلى حسب ما عاود لي سي عطيف ولو سي عطيف عنده مازال ما يضيف في هذا الموضوع هذا وانما انا غير باش نحطكم في نفس السياق الموضوع ما فيه هو انه كتطرح علامه استفهام علامه استفهام على السلطه المحليه اللي مسؤوله على هذا الامر هذا يعني ملي كنشوف هذه المعطيات هذه انه كاين اثباتات بان الارض مملوكه الناس ديالهم وكيجي واحد اخر كيبني والاشكال الثاني اللي كنت باغي نقول هو الناس اللي كيمشيو كيعاودوا يشريوا الاراضي واش الناس ما كتسولش الناس ما تتبحثش واش زعما داكشي ما كيبحثوا الناس اميين الجهل كاين يعني كيشوف بان القضيه فيها استفاده قال بانه غادي ما كيقولوا لهم بانكم راه كاينه شركه هنايا غادي تستافد ملي غتجي الشركه غادا تعطيكم بارطمات هذه نورمالمون الشركه ما تعطي لهاد الناس والو لان الاحصاء دايره هي احصاء ديالها للناس اللي كانوا قدام وهادو اللي كيشريو دابا حاليا راه كيشريو غير في الارض ديال الشركه او في شي ارض ديال شي واحد حتى هو مالك ها كيف ما طرا لا كيما توقع لكم هذا هو الاشكال اللي كاين هذاك في الاخر ما يستافدوا حتى شي حاجه لان ما شارين والو هاد الناس راه بحال كينصبوا عليهم ولا تحقوا الناس من هادشي قلبوا لي كونطرا اللي عدد الناس كيبيعوا لي مؤخرا باش كيبيعوا لهم غادي يثبتوا غيلقاو الزوار ديال الكونطرا دابا كاين تاريخ قديم تاريخ قديم كيديروا لهم تاريخ مثلا 2006 هاد السيد راه شاري في 2006 ولا في 2010 وهو خشره البارح وغنجيو نقلبوا الروجيستر ديال 2006 ما غاديش ما غاديش تلقاش ديك الكونطرا هذا كاينه في 2006 ولا هذاك السيد اللي كاش هذيك الكونطرا دا ربما باقي ما خدمش كاع في هذيك الجماعه ولا ما كاينش كاع دونك باش اللي كيديروا هذا هو الامر باش كيتم هما باش كيبيعوا الشركه وفيما يخص في سياق اخر مشاهدينا هو انه السيد القائد الملحقه الاداريه تواصل مع الصحفيين ديالنا فاش كانوا مشاو صوروا مع السي مصطفى وكانوا صوروا مع السي عبد اللطيف في ديك الوقيته استقبلهم في المكتب ديالو صرح بالحرف الواحد قال لك بانه ما يمكنش انه ما عندوش القانون ما مخولش ليه انه باش يمشي ياخذ لاكارت ناسيونال اي بطاقه التعريف الوطنيه ديال هذاك السيد اللي بنى عشوائي في الارض ديال السي مصطفى وكذلك في الارض ديال السي عبد اللطيف وامر ثاني هو انه صرح بطريقه اخرى قال لك بانه راه كاينه شركه اماراتيه مداعيه مع الشركه اللي الان مالكه هذه الارض هذه اللي فيها القطعه ديال السي مصطفى والقطعه ديال السي عبد اللطيف يعني كتطرح على مستفهام كبيره كنا كنقولوا كتطرح فقط غير على مستفهام ولكن الان كتطرح على مستفهام كبيره حول هذا الموضوع هذا يعني باش غادي ندليو باش غادي نصرحوا باش غادي نوضحوا ما كاينش اكثر من هذا الشيء مشاهدينا حضرتوا كل شيء سمعتوا التصريح ديال السي مصطفى سمعتوا التصريح ديال السي عبد اللطيف غادي نوجه لهم كلمه اخيره والا كان عندهم شيء اضافه في هذا السياق هذا واش كاين شي كلمه اخيره في هذا الموضوع الكلمه الاخيره هي هاد الناس هاد السيد القائد ديال هاد المنطقه الا كان كيسمح بالعشوائي راه التصاور كيبينوا داكشي بان العشوائي سير كيكون الا كان العشوائي كيعطيو عليه الرخصه راه سي الناس سير كتبني بغض النظر عن الارض ديالي او في ارض اخرى العشوائي مبنوع راه السيد القائد خصو يخرج يمنعو كيخول ليه القانون باش يخرج يمنع العشوائي اللي ممنوع مفهوم سي مصطفى الناس البارح مشاو معانا الناس ديالكم صوروا بان الياجور والناس خدامه كتبنوا وكيقول لك انا درت خدمتي فين خدمتك الله اعلم انا ما عرفتش خدمتي كيفاش دايره هذه الخدمه الياجور محطوط والناس كتبنوا خدامه وكيقول لك انا درت خدمتي وخدمتك هي تمنع داك العشوائي ما يكونش مفهوم سي مصطفى انا كنهضروا حاليا داكشي عندك حاليا ساعدت القايد كيتبنى مفهوم كلمه راه مفهومه ما فيها حتى شي نقاش سي سعد الطيف شي اضافه في اخيره في الموضوع اللي كنتمنى انا هي السلطه يحيدوا عندك العشوائي يحيدوا عندك داك العشيش اللي دايرين باش ما يساهموش في لانه هادشي غادي يزيد وكينتشر ما حدو كيزيد يحيدوا عندك العشوائي فهمتيني يحيدوا يلقاو داك الدنيا يبقاو كيما هي خاص السلطات اخرى تدخل لان الناس الا بحثوا غيلقاهم خدامين فيه كيبيعوا يشريوا ماشي راه قالبين تما تجاره وشركه تمنى الله فهمتيني دير شي حل في اخر وقت باش ما يزيدش يساهموا كانت تقريبا شي 140 دار دابا ولات تقريبا شنو نقول لك شي 500 واكثر هادشي راه كيدير يعني غادي كيتبيع بزاف فهمتها مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه سمعتوا التصريح لا ديال السي مصطفى لا التصريح ديال السي عبد اللطيف الادله راه قدامنا الفيديو غادي يوصلكم بالاثباتات والحجج واخرها كما كنقولوا تعليق المواطن صوت العداله تحييكم
قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.